تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اعلن صندوق العمل تمكين استئناف طرح برامج تطوير الافراد وذلك عبر منصه مستحدثه شامله على موقعه الالكتروني تستهدف جميع الافراد بما فيهم الباحثين عن عمل والموظفين والطلاب والافراد البحرينيين من اصحاب المؤسسات وذلك انسجاما مع اهداف تعزيز فرص دعم القطاع الخاص دور وطني محوري يقوم عليه صندوق العمل تمكين في تعزيز ودعم القطاع الاقتصادي في المملكه، وذلك من خلال مواصله اطلاق البرامج الداعمه والمسانده للشركات الصغيره والمتوسطه والافراد وفق رؤيه بعيده المدى تطمح دائما للارتقاء بالخدمات وتحسين جودتها بما يسهم في دعم قطاع الشباب وتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم في القطاع الخاص والحكومي من خلال إطلاق برنامج دعم المؤسسات تستمر تمكين في دعم المؤسسات المحلية وتستمر في جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وطبعا يأتي هذا الإطلاق بعد فترة مراجعة خلال فترة انتشار الجائحة اللي من خلالها ربما ركزنا جهودنا على دعم استمرارية المؤسسات في القطاع الخاص كجزء من الحزمة المالية الوطنية برنامج دعم مؤسسات يدعم المؤسسات الجديدة للبدء أو يدعم نمو المؤسسات في القطاع الخاص من خلال توفير الدعم المالي وطبعا ناخذ في عين الاعتبار التغييرات اللي يشهدها السوق اليوم بسبب التغيرات الراهنه وبذلك احنا راح نطمح لدعم المؤسسات لتحويل عملياتها لمواكبه طلبات عملائها بحيث راح ندعم استغلال التكنولوجيا، استغلال نماذج جديده للوصول الى العملاء. اشكال عديده لاعاده استئناف دعم تمكين لفئات الشباب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لا سيما الراغبين في تطوير مهاراتهم المهنيه والعمليه في اطار تنميه قطاع الاعمال بما ينعكس على تحسين الاداء المهني والعملي وتطوير الخدمات في مختلف القطاعات في المملكه طبعا اعاده دعم تمكين للشركات والافراد بتوجيه بتوجيهات سديده من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس الوزراء في وقته السوق متعطش الى الدعم بسبب الكورونا واحنا نشوف ان هذه المبادره ممتازه جدا كما يعني تعلمون ان القطاع الخاص مرت عليهم تقريبا سنة أو سنة وأكثر في الكثير من الشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متعثرين والكثير منهم بعد دعم تمكين اللي, اللي صار في وقت الكورونا العام الماضي يعني تعافوا آليات وخطط وبرامج متطورة تخضع للدراسة المستمرة لتوجيه الدعم لمستحقيه وبما يلبي الاهداف الساميه التي يسعى لها صندوق العمل تمكين ليكون دائما الداعم والمساند لقطاع الشباب في مختلف المجالات بالمملكه دور محوري يلعبه صندوق العمل تمكين في اعاده اطلاق برامج الدعم للشركات المتوسطه والصغيره وبرامج دعم الافراد، الا انه في هذه المره يتميز بالبعد الاستراتيجي لدعم العاملين في هذه القطاعات تحقيقا للتحسينات التي تضمنتها هذه الخطط بهدف الارتقاء بجوده الخدمات. يحيى العمري لمركز الاخبار، تلفزيون البحرين.